الملاحظة أنه كل ما تجي حكومة جديدة وقيادة جديدة تقوي أدوات الدولة ويقوى تطبيق القانون ببلدنا، وإذا بالفترات السابقة كانت الدولة تتماهل وتتهاون بجانب معين أو شريحة معينة وتتجاوز أخطائها وتعفي عنهم وتسامحهم، هالمرة بعد ماكو، والمخطئ يتعاقب والمصيب يشكر على التزامه، وبعد ماكو هذا ابن مسؤول وذاك ابن إنسان بسيط وهذا وزير وذاك غفير، الكل تحت طالة القانون كان من يكون حتى لو كان نبي. نعم تدعي ملكوت بالكريم رحيم. عرفت سيدي ذكرت انت نبي الله رحيم وبالناصرين. نبي الله رحيم. أنا اهلا سيادة النبي. حضرتك نبي الله رحيم مثل ما تفضلت، ومكتوب عفوا الملكوت والكريم. سيادة النبي اهلا وسهلا، ايش جابك بهاي الخانات حبيبي؟ ايه ما ادري عن متنبي شفت القذاره والوصاخه هنا ممارسه البغاء والمشروبات الكحوليه. رايح والله العظيم ايها النبي الجليل. ما ادري بيهم والله العظيم باشر. نعم اذا على كيفك على كيفك وير 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 على كيفك تعمل يا على كيفك تعمل يا عمل استاذ بلال على كيفك. حتى نبي الله رحيم ما خلص منكم، يعني نبي وبالبتاوين وبنص وجاي يسوي مثلا ولين تبه اخي جاي هاي الناس طالع عن الدرب حتى يهديهم للصراط المستقيم ويفهمهم الصح من الخطا. انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهم. خلي اقرب لك الصوره. يعني هسه داعش من قبته ودخلت محافظاتنا، من راح له وقف وياها ودعمها غير اللي منهم وبيهم؟ وشفت انت خميس الخنجر شلون تمرغل على مودهم وظل يأيدهم لاخر لحظه؟ افتهم. بس والله عجبون القوات الامنيه يطبقون القوانين بحذافيرها ولا يهمهم كبير ولا حتى نبي رحيم يوقف في عيونهم، اكبر راس يجيبوه. موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن أخطر المتهمين الملقب بأبو الأصفر. لا بربكم وصلت أبو الأصفر ولكم يا الله. زين افتهمتم من هذا ويا من يشتغل من يدافعه؟ لأن الضجة اللي سواها بالإنستغرام شغلت الرأي العام وزعزعت الأمن القومي. لا والمعلومات مالته كلها تازة وخطيرة وانطلق بسرعة الصاروخ وطشطشة خرافية. ويش واحد لازم وراس ما خات كبارة تموله وتوقف بظهره وتصعده. هم خلونا سرقوا شيء. شلون؟ هم صعدوني. شلون صعدوك؟ أكو ناس ما تحب توضح إنه أنا عندي علاقة بيها. أغلب المشاهير أنا عندي علاقة بيهم. تعرفهم؟ طبعاً معرفة شخصية. اسم يعني من الأسماء اللي أعرفها نزلتني قالت لي كتبت تابعوا هذا البيج شوفوا إيش دينزل إلى أين يتجه العراق. بس هو أنا عندي علاقة شخصية بيها ونسولف ونتواصل وعلى رقمها الشخصي. زين. أي صعد الحساب لأن هي حسابها كلش قوي. الفلانة سي من الناس سوت نفس الموضوع. أغلبهم يعني هم صعدوا الحسابات مالتي. يعني هسه أنت عبارة عن ظاهرة فارغة. المشاهير بنفسهم سووها وروجوا لها وظلوا ينفخون بها الآن وصلت لهذا الحجم من خلال تغذيتك بالفضائح والمعلومات اللي يعرفوها على بعضهم. حتى شنو؟ حتى واحد يسقط بالثاني. لا ولي قلت لك المشاهير ذولا نفسهم من يطلعون مواقع التواصل الاجتماعي يحكوا لك عن الانفلات الامني والانحلال الاخلاقي وهم نص بلاوي البلد من وراء رؤوسهم. يعني المفروض اللي يتحاسب مو بس الاصفر، لا هم المشاهير اللي صنعوا هذا المخلوق المشوه. لان اذا ما تمت محاسبتهم مثل ما خلقوا بالاصفر راح يطلعوا لك بابو الاحمر وبابو الاخضر. بعدين شغله مين راد له تشريع قوانين للمحاسبه؟ وحتى لو طلبت اقرار قوانين وتشريعات جديده فما اعتقد البرلمان العراقي ونوابنا يقصرون بهذا الجانب، وخصوصا انهم علمونا على مواكبة الاحداث اليومية بشكل خاص واحداث البلد بشكل عام. تواقيع اكثر من 100 نائب ان تكون هنالك جلسة للسلطة التشريعية مخصصة لمناقشة الاعتداءات على السيادة العراقية مخصصة لهذه الاعتداءات الارهابية لتكون التوجهات النيابية المقبلة التحرك بجدية نحو إنهاء ملف التواجد الأجنبي ولا سيما الاحتلال الأمريكي. الله 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 الله. شوف احنا ايش قد نحكي على مجلس النواب العراقي وننتقد أدائه، بس بالنهاية ما يصح إلا الصحيح، وبالمواقف الصعبة تبين مواقف الناس اللي يحبون وطنهم ويعتزون به. وهاي قدامكم مجرد ما نواب البرلمان العراقي شافوا الانتهاك الامريكي سافر على السياده العراقيه الكل ادانه والولايات المتحده والكل طالبوا بجلسه استثنائيه لطردها. وراح تشوفون بهاي الجلسه
شلون يكونون ايد وحده ويتحدون كلهم ويضربون امريكا ضربه رجل واحد. وأن نواب العرب السنة والأكراد والتركمان قاطعوا الجلسة. وغاب جميع نواب المكون الكردي إلا ثلاثة منهم، أما المكون السني فحضروا منهم نائبين فقط. الحضور الفعلي للنواب كان لا يزيد على 82 نائبا ضمن 154 نائبا وقعوا على الحضور في جلسة السبت لكنهم لم يدخلوا القاعة. قاطعة كردية سنية لهذه الجلسة الاتفاق. إلى أن اتصالات سياسية على مستوى عال جدا جرت بحدود الساعة الرابعة بعد الظهر حسمت الموقف لصالح عدم الحضور في الجلسة، ما أبقى عدد الحاضرين بحدود الرقم المذكور الذي لم يتجاوز 82 نائبا. الآن الكريم كان كيت بالبرلمان، كلكم حضرتوا. هي حقهم حقهم، ليش تلومهم؟ تتدري سعر النائب المصوت الشعلان الكريم إيش قد؟ لا 100,000 دولار وعجلة تاهو. بينما تقول له تعال نصوت لطرد الأمريكان لأن خرقوا السيادة، تدري يقول لك بينما لو جلسة إقرار موازنة لو قانون النفط والغاز كان لقيت النواب الكرد باتين قبل بيوم قاعة البرلمان حتى يقعدون بالصف الأمامي. مستشار الرئيس مسعود بارزاني عرفات كرم على الاتهامات التي واجهها أعضاء من الإطار التنسيقي للكتل السنية والكردية التي غابت عن جلسة البرلمان المخصصة لمداولة ملف إخراج قوات التحالف الدولي من العراق. كرم قال أنه لا يمكن لطرف أن يتحكم بمصير العراق وفق أيديولوجيته الدينية المستوردة، وأضاف أنهم يتذكرون السيادة عندما تقصف أمريكا وينسونها عندما تقصف إيران. إيه باعتبار قاسم العرج مطرب مو مستشار أمن قومي واللي شودر يمكم يومين وأدان الحادثة، بعدين هو مسعود برزاني ولده خلي يدبروها ويصوتون ببرلمان الإقليم على إخراج القوات التركية اللي قواعدها مال إدهوك وحدود أربيل واللي وصل عددها أكو 21 قاعدة عسكرية تركية على عموم أراضي محافظتين أربيل ودهوك. ها غير بعشق عوديس الساعة قال له ليه دز نوابك يصوتون لطرد القوات الأجنبية. مسعود برزاني هو ذيل من الديون أردوغان. يلا وتعتب على ذيل وتقول له ليش ما حاضر بموقف وطني، هو ذيل يعني ما عليه عتب، العتب على نواب الغربية. نسيتوا الأمريكان سووا بمحافظاتكم؟ نسيتوا الفلوجة والخالدية والحويجة؟ نسيتوا القنابل العنقودية والفسفور الأبيض اللي أمريكا أبادت جمهوركم به؟ وين قادتكم وزعماكم اللي صاروا سنين يزولون علينا؟ وقال الشيخ الخنجر في تغريدة على حسابه في تويتر إن استهداف أربيل جريمة بحق سيادة كل العراق وأمنه المجتمعي، مؤكدا وقوفه مع سيادة العراق واستقراره وعدم قبوله بأن يكون العراق تبعا لأي دولة أخرى. هذه المحافظة التي رفعت لواء استعادة السيادة من الاحتلال الغاشم. أننا مع سيادة العراق، فالسيادة أن يكون العراق سيدا في قراره لا تابعا لأحد. السيادة تعني الشيخ خميس الخجر، حيث يكون تكون السيادة. الذي يدافع عن سيادة البلد ويكون العراق بيد أهله وبيد الخيرين من الناس. يا أبويا هاي صاروخين وقعد على أربيلي وأبوه سرمد القندرة، الدنيا قلبها على إيران. الصورة إذا يسمع بايدن قاصف مدينة القائم اللي بمحافظته ومن ضمن المكون. لا 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 ما أضمن ردة فعله، ولا تستبعدون إذا لف ببطن حزام ناسف وطب بنص الأمريكان، لأن الرجل هذا أنا أعرفه وأعرف إيش قد يحب وطنه وإيش قد دمهار، وراح يشوفون إيش راح يسوي. حسه ما لازم زين وقطع على راس هذا الصرصور صرصور اللي بكل موقف وتحدي يطلع لي عودي حتى يبين لي انه ابو سرمد القندرة جبان ويخاف. لا العدد وما تعرفون ابو سرمد وما تدرون بردة فعله اذا فكر واحد اجنبي يتطاول على سيارة البلد او يفكر مجرد تفكير هيك يسيء له. وراح اشوفكم واحدة من اعمال البطولية لمواجهة المحتل وانتم حكموا من يومكم. أنا عجبني تصرف بيه الشيخ خميس الخنجر بهذا الفيديو، حقيقة ثار انتباهي. اللي كنت أنا والله أنا كمواطن أدورها، البريطاني يقعد قدامك يحط رجل على رجل، حط رجل على رجل قدامه
والامريكي حط رجل على رجل قدامه، انت عراقي وعفي عليك ابو سرمه. اي والله هاي القعده اقعدوا هالشكل والله قعدوا عليك، حط اقعد، هاي اسلوب غربي مو اسلوب غربي، كل واحد عنده ثقافته، احنا عراقيين عرب وعندنا ثقافه، حط رجل على رجل قدامه، حط رجل على رجل قدام، احنا ببلدنا وعافية علي ابو سرمد، عافيه وعافيتين وثلاثه والله. اي هذا هيك والله هيك. مو قلت لكم هذا الرجل مو سالم وياه اللي يجي يعبث وياه او يتطاول على سياره بلده وحقوقه؟ وشفتوا هسه سوى بالسفير البريطاني، مجرد ما خلى رجل على رجل، شيخ الخنجر هم خلى رجل على رجل. ابو تحالف السياده طلع كل قوته يحط رجل على رجل قدام السفير البريطاني، وابو مسرور طلع دين ودبس وهاينه وذيل لاردوغان. نواب الاطار التنسيقي وينهم؟ ليش الحضور بس 80 واحد؟ فبالتالي الان احنا ايش قد عندنا الاطار؟ تقريبا 188 نائب. يعني انا هسه اللي حضروا 100 البعد 80 نائب، 80 نائب هذول اللي ما حضروا شنو عذرهم؟ عندهم وجهه نظر مثلا وقالوا بانه احنا السيارات توها غاسلينها خاف تتوصل هاي يجوز لا طبعا اكو اسباب قاهره لعدم حضور النواب الشيعه. لان اول شيء بوقتها صادفت مطر وتعرف اغلبهم من المحافظات الجنوبيه. اثنين السبت صادف نهاية رجب وتعرف هذا الشهر مقدس وهواي ناس يحبون يمارسون طقوسهم الدينية به. ثالثا الجلسة صارت بوقت متأخر وهواي نواب أعمارهم كبيرة وزحمة تخليهم لهذا الوقت. بس صدقني ما راح يسكتون وراح أشوف شو راح يسوون بأمريكا اليوم بالفضائيات والمواقع الإلكترونية إلا يمسحون أمريكا من الخريطة. بس أهم شيء على كيفكم وياهم خطيئة ولا تنسون مساعدتهم إنه بيعم خلوه ببالكم. نعم دول ساعدتنا وكان حتى في بعض الأحيان يقطرون علينا القنابل مال المدفعية لو مال البرامز لو غيرها. تريد مني أبني دولة أبني قدرات أجي أريد من عندهم أقول لهم تسمح لي أريد أبني الدفاع الجوي أروح على أي دول ما يخلونه يا بطونة ها مو أنتوا خافوا من إيران تأخذه من عندكم هذا حكي ما تطيني هذا ممنوع هذا ما يصير هذا لا تأخذه هذا ما أدري شنو صاروخ أبو 100 كيلو أريد نأخذه 100 عروجة يسوونه واضحة انه ما يردون جيش. اقطع 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 عيني سيادة اللواء شن انت ما رايد روحك وتتهم امريكا بهاي الاتهامات الخطيرة؟ انت ما شفت تسوى بعادل عبد المهدي لمجرد انه ما خلى ايده بيدهم. المفروض انت بكل مكان تقول انه امريكا حليف اساسي وانه امريكا هي الداعم الاول لقواتنا الامنية وانه الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة مع الحكومة العراقية حتى يرضون عنك وتمشي أمورك. بينما إذا ظل تقول الحكي هذا وتتذكر الحقيقة مثل ما هي مو بعيدة يورطوك بشغلة تكسر رقبتك مثل ما سووا بعمران خان لمجرد أنه قال رأيه وقناعاته وإذا ما صدق دعك. بہت بڑی ایک سازش ہوئی ہے عمران خان نے پاکستان کے خلاف آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کتنی بڑے پیمانے پہ سازش ہوئی ہے اور یہ اکتوبر سے مسلسل یہ گیم کھیلی جا رہی تھی یہ سارے جو غدار ہیں اس ملک کے جو اس ملک میں 35 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں وہ لوگ پوری باہر کی امریکہ سیدھا نام لیتا ہوں امریکہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ بس 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 ان کے ساتھ مل کے یہ پوری سازش ہوئی ہے اور امریکہ کو میرے سے کیا گلا؟ يعني المفروض بهذا الموقف نقول حرام ولا تصير من السلطان لا تخاف والمفروض نقول ما دام انت ما عندك شيء يحق لك تقول اي شيء تقتنع به وحتى لو تحكي على امريكا وطغيانها وجبروتها فانت ما قلت شيء ما حد يعرفه وهذا المفروض ولا قلت شيء الناس اول مره سمعه وهذا المفروض لان بالفعل امريكا هي سبب كل المشاكل الموجوده بالعالم والمفروض اقول اتحداها هسه ترد عليك او تنفي الكلام هذا والمفروض اقول صدقني ترى امريكا بوخه دوخه بس اللي صار شنو؟ اللي صار عكس المفروض داك رئيس الوزراء السابق عمران خان بالفساد والسجن لمده 3 سنوات وحكمت المحكمه على خان وقريشي بالسجن 10 سنوات لكل منهما بتهمة تسريب أسرار للدولة و14 عاما مع زوجته بشرى بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني. سيادة اللواء خليك رابط وياي على الخط. يعني المفروض أقول أصلا السجن للرجال وما دام أنت قلت رأيك بأمريكا وبكل شجاعة
يا محل السجن في سبيل الوطن. والمفروض هم أقول صدقني هاي الأربعين سنة غمض فتح تخلص واسمك يسجل بصفحة الشرف التاريخية أحسن ما ظل خانع لأمريكا وسياستها الفاشلة. بس اللي صار بعد هذا شنو؟ دهاك محكمة في باكستان تقضي بسبع سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بعدما اعتبرت زواجهم الذي مضى عليه خمس سنوات غير قانونية. القضية هذه رفعها زوج بشرى السابق خاور مانيكا ويتهم فيها خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية. ها سيادة اللواء بعدك رابط وياي خط؟ حتى من زوجته طلقوه ويمكن حتى حشيشه صراحة يحطوا له بغراضه ويصعدوا محكمة وينعدم لأنه كشف أكاذيب الولايات المتحدة وأطماعها واستعمارها وعبوديتها للدول المغلوبة على أمرها. بس أكيد إحنا نختلف لأن جمهورنا يوقف الأمريكا وأبو أمريكا، بس هو حالياً منتهي بشغلة أهم من تظاهرات على أمريكا. هسه تقول لي بيما مثلاً يواجه أبو أحمد صعوبة في عبور شارع النسيج وسط مدينة الكوت بسبب الازدحامات الحاصلة وتوقف المجسرات الكهربائية، ووجه الأهالي في محافظة واسط انتقادات واسعة لتوقف هذه المجسرات منذ أكثر من خمس سنوات. الفتحات النوبة صغار تفوت تبقى بالنص حاصل ما تقدر، هذا من تعبد السيد الثاني. أبو أحمد خوي انت هم لا سويها فد مرة، شفت الدرج الكهربائي عاطل اصعد بالدرج باية اصعد بالدرج باية وخلصنا من هاي السالفة التعبانة. لو انت عايش بالسويد متعلم على مصاعد الكهربائية وذا تقول المحافظ مقصر وياك ومقصر ويا بقية المواطنين، تقدرون ترفضون ترشيحه وتظاهرون عليه وما تخلوا يشم ريحة المحافظ، لأن دائما إرادة الوطن والمواطن تنتصر. صوت مجلس محافظة واسط على إعادة انتخاب محمد جميل المياحي محافظا بالأغلبية المطلقة. شكر يا ربي، الحمد لله وشكر على هاي النعمة، الحمد لله وشكر على هاي النعمة. طبعاً أنا ضد إعادة الوجوه القديمة للسلطة، بس واحد مثل الأستاذ محمد جميل المياحي اللي جد واجتهد وقدم لأهله وناسه بحيث كان يعقد الليل بالنهار لأجل إسعادهم ورفاهيتهم، مو من الظلم منعوفون الجاهلة، وهذا كان السبب الرئيسي اللي خلى الجمهور الواسطي يصر على انتخاب أبو جاسم المياحي ويرجع المنصب المحافظ، لأن بسببه تم تصنيف واسط الأولى على محافظات الوسط والجنوب وحتى الغربية على ما أظن. عبرنا بعض المحافظات الغربية بعد خمس سنوات ما يوصل عندي البنى التحتية الآن جاي يشتغلها. وروح الآن قارنها، تعال التوسع في واسط إن شاء الله بعد سنتين ما يبقى شيء اسمه خدمات في واسط، أنا أتحمل المسؤولية. من هاي رجعوا انتخبوه، مو أنا قلت المحافظة والناس اللي بيها مو معقولة تعيد المحافظ نفسه لو ما تلمس شيء من إنجازاته، وما رايد منكم الرجل غرب بس سنتين، سنتين مو أكثر حتى يسوي لكم واسط بالضبط مثل كاليفورنيا. يا بس أنا هذا الحكي مال مهلنطوني وراح تشوفوني سامحة قبل خمس سنوات. أهلنا في المحافظة ما زلتم لم تروا شيئا من عملنا الحقيقي، هناك إن شاء الله ثورة من العمل في ناحية الخدمات، إن واسط ممكن أن تكون محافظة نموذجية خلال الأعوام القادمة. طبعا هو هنا راد يقول القرون القادمة أسوي لكم واسط نموذجية، بس خان التعبير وقال السنوات القادمة، دليل أنه تصريحه هذا قبل خمس سنوات. صح اليوم رجعنا وهم يطلب بمهلة سنتين غير الخمس سنوات، بس الشهادة لله الرجل اشتغل بحيث العقارات بواسط اشتعلت نار بسبب الهجرة الخليجية الأوروبية واللي قاموا يأخذون أي عقار يصادفهم وبمبالغ خيالية بسبب جمالية المدينة وازدهارها وعمرانها. دهاك
هذه هي واسطة المحافظة الغنية الفقيرة ذات الإيرادات المتنوعة ومئات المشاريع المتوقفة. أن أهمال الشركات الأجنبية في واسطة يثير قلق المواطنين بعد تكرار خطف الأرواح بلا ذنب. يتوسط مركز مدينة الكوت يعاني الإهمال والتهميش من قبل الحكومة المحلية. خدمات مهمولة، هي ما حد مستفتها نهائيا. صارنا فترة داعها ماكو خدمة، ما نعرف شنو السبب. والتي لا تنفذ إلا على الورق، محاطة بسور من الإهمال والنسيان كالأحياء السكنية والتي تحتاج إلى أبسط مقومات الحياة. الكوت تظاهرة احتجاجية ضد الحكومة المحلية بسبب إهمال مناطقهم. التراب قبل؟ قبل حتى هذا وين؟ هذا وين واضح؟ يعني التبليط من تريد تاخذ له صوره، لا تجيبه قبل وتذبه على التراب وتاخذ له صوره، سلوزها شويه يجيب لك مهندس منه. لا وهاي اكو دجاج ما اعرف شنو هنا جاي يبيع الولد. طيب. 3 بلفين هاي وين؟ اخوان انتم متاكدين هاي واسطه النموذجيه ابو غزه؟ اعمل نفسك مي، اعمل نفسك مي. لا 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 اكيد هاي المقاطع كلها مفبركه وما لها اساس من الصحه. والكوت هاي وينها قدامكم؟ ساعه ونص توصلوها وتقدرون تشوفون المدن المائيه، مصانع السفن وأبراج المدينة 9 واللي بكل ناحية خلى واحد وأصغر برج بيهن بقد برج خليفة. ولهذا بعد ما مسوى حملة الدعاية قالوا له أنت الفائز بأعلى الأصوات، لأن الشعبية اللي عنده كلش قوية وبدون ما يدفع فلس أو إعانة لأي ناخب أو وزع قطع أراضي مثل ما يسوون بقية المرشحين الخردة. الأراضي وهذه الوجبة اللي هي أكثر من 2300 قطعة أرض هي وجبة أولى، وإن شاء الله تعالى خلال 3 أشهر الأخرى أيضا يتم توزيع أكثر من 2000 قطعة أرض في قضاء الصويرة. إي بس هنا أبو جاسم عود وزع هاي الأراضي حتى يحصل أصوات انتخابية بمكانه. لا لا لا، هو وزعها حتى يطبق الفكرة مالته اللي وعد بها الناس وقالهم السنتين القادمة راح تشوفون إعمار أبو ظبي والشارقة ما شايفي، ولهذا بدأ من الصفر ووزع أراضي جديدة حتى يفصلها مثل ما يريد ومثل رؤيته المستقبلية. إيه يعني هنا المترو، هنا المدن المائية والمسابح والمنتجعات، هنا مواقع الفلل لأساتذة الجامعات وبقية الكفاءات العراقية، هنا محطة الطاقة النووية، هنا منصة إطلاق القمر الصناعي جميل 11. يعني عود تستلم قاعك وهك سندك والله وياك. لا لا، محمد جميل المياحي يجيب الخريطة وياخذ رقم القطعة ويقول لك انت قاعك يم البحيرات، انت قاعك لا التصير مقابل الجبل الجليدي اللي دنسحبه من القطب الجنوبي. مناطق الرميلة والدبية وجزء من منطقة الخاشية في مدينة الكوت تفتقر إلى خدمات المجاري والماء والكهرباء والشوارع، رغم إنها وزعت كأراض سكنية عام 2016 على مستحقيها من عوائل الشهداء والجرحى وضحايا الإرهاب. هاي الأحياء موزعيها بال 2016 ولهاي اللحظة ما وصلهم لا مي ولا كهرباء ولا مجاري. بعد القطع اللي وزعها محمد جميل المياحي بال 2024 شو وقت توصل هالخدمات؟ طاح حظني وحظ كبرتي وحظ قسمتي وحظ تعليمي. بس ترجون الصدق هو مو صوت المحافظ ولا صوت البلدية بهذا الحال البائس وهاي الخدمات التعبانة، وإنما صوتكم أنتم اللي بكل انتخابات ترحون تنتخبوهم وترجعوهم للكراسي. سموها صلاح الدين شمرة عصا، شوية تعلموا من جمهورها وشوفوا شلون يجيبون الرجل المناسب بالمكان المناسب. بتسعة أو بتسعة أعضاء من المؤيدين، أحمد عبد الله جبوري محافظ لصلاح الدين. صبرنا وانتصرنا، دائما إرادة الشعب تنتصر. يا شعب يا شعب، تقصد الشعب اللي 4 سنين يسب وينتقد ويشكي من الأداء السيء ومن الفاسدين والحرامية، ماكو خدمات، كهرباء ماكو، مي ماكو، والله مليانة، رجعونا على صدام. ومن يصير انتخابات يروح ينتخب أحمد عبد الله جبوري. الأهالي في المحافظة يرحبون بأنه أبو مازن هو يكون محافظ، وهو عودة ربما لسنوات 2013 التي يعتقد أهالي صلاح الدين بأنها كانت نوعا ما سنوات الرخاء. إيه صح صح، سنواته كانت كلها
كلها رخاء لأن أبو مازن يعتبر ملك والاستقرار، لأن بوقته اختاروا المواطن العاشب صلاح الدين من ضمن أفضل 10 مواطنين الأعلى دخلا بالعالم من بعد المواطن الهولندي. ها غير جهود المبذولة بتنظيم مهرجان الشرقاطة السينما الأول واستضافته لبطولة كأس القارات بحلب الهوايش، إضافة لجهوده الملموسة بمكافحة الفساد واللي خلت المحافظة تأخذ المركز الثالث بمؤشرات إندكس مناصفة مع جمهورية كندا. خلي يسمعوها كل دوائرنا، أي واحد مو نظيف يبحث عن فائدة لا يبقى بصلاح الدين، أي فاسد ما يبقى، راح يكون عندنا ممكن كنس. والله يا أبو مازن ما تلام بيهم، لأن الفاسد هذا من تخليه يشتغل براحته وتعوفه الأحساب والأكتاب يتحول لحوت فساد، بينما لو ظل تابعه وتابع شغله وتراقب أدائه تخليه مثل ميل الساعة. وأنت إنسان معروف بنزاهتك ونظافة إيدك وتاريخك المهني، وباشر عقبه الناس تعاتبك وتلومك إذا شافوا أي موظف مختلس أو مرتشي لا قدر الله، ولو هذا شيء مستحيل يصير بوقتك، لأن الحرامية يعرفون أنك ما ترحم ولا تأخذك الرأفة بأي فاسد. ثلثة أنه المفروض تدخل أبو مازن موسوعة جينيس. شنو؟ كأنجح رجل بالعالم باختيار السيئين اللي يتعامل وياهم ويخليهم محيطين به. كل الشخصيات الفاسدة اللي من أكبر الشخصيات بالفساد بالعراق هي نتاج مدرسة أبو مازن. اللي معدهم مثلا مدير عام الصحة اللي كان رائد الجبوري، هو نتاج مدرسة أبو مازن. الأدوية اللي كانت تجي مع المرضى السرطان كانت تباع إدخال مخزني وإخراج وهمي. سيلوا مثلا أبو مازن ليش جزت عليه النزاهة، وهل فعلا طلب رشوة نص مليون دولار لتعيين مدير عام بوزارة الصناعة؟ يمكن انت ما قبلت ابو مازن دزك اياه، قال لك وقع لي اي ماركار رادني اعترف بالمبالغ مالتهم، ما اعترفت بيها. هي هذه من ضمن جيد 417 مليون دولار. انا قلت هاي من المستحقات لان احنا ما مستلمين كهرباء. مصرف التي بي اي طلعوا لك الكتاب يقول لك، جانا كتاب المحافظ صلاح الدين يقول اصرفوا مستحقاتهم ال 417 مليار. كشفت هيئة النزاهة عن فساد باكثر من 8 مليارات دينار في التربية، عرابه كل من مدير التربية وبتواطؤ من النائب الحالي والمحافظ السابق أحمد عبد الله الجبوري أبو مازن. وانتو ليش أي شغلة تدخلوها بالفساد والسرقة؟ أوكي كان يأخذ، بس وين يوديهم؟ فد 20% من هالكاولية، فد 10% صارت هسه للسفر للمغرب لأنه هناك سوى قصر وليالي ملاح وإلى آخره بالمغرب. بالمغرب و20% لدبي وأربيل. ليش ما تقولون الرجل خلف الله عليه كان ياخذها منا ويروح يوديها للنازحين مناك؟ ليش ما تذكرون آلاف الهوايش اللي اشتراها للأرامل والمطلقات؟ ليش ما تذكرون ايش قد وزع رواتب المنتسبي جهاز الأمن الخاص ومديرية الأمن العام وفدائي صدام؟ بعدين ترى الأمور مو مثل قبيل وأبو مازن يلعب كيفه ويتحكم موارد ومقدرات المحافظة، لأن اكو شيء اسمه مجلس محافظة وأعضاء مجلس محافظة. لو نسيتوا صولاتهم بالدورات السابقة كانوا عبارة عن مجموعة لصوص رخيصي السعر، كل واحد يأخذ راتب 10,000 دولار 8,000 دولار ويوقف مثل الشلب حتى يأخذ سيارة من أبو مازن أو حتى يشتري له بيت بأربيل أو شقة بالأردن. وصاروا عبارة ما أقول لك، حتى في شعر يفشر عليهم، حتى بالقنبرة يضرب بعضهم. شنو مجلس محافظة؟ تخيل أبو مازن الأعضاء مجلس محافظة رقعهم مدراء، لعد مدراء الدوار والمدراء العامين والموظفين العاديين، شان مسوي؟ ده عالم صايع يا بس ترى هسه اختلفت الأمور، لأن أولاً أكو جمهور يراقب، اثنين المجلس هذا يختلف عن المجالس السابقة، ثلاثة المكون هسه بزعماء وقادة يتابعون ويراقبون محافظاتهم، وأي واحد يخربط من المحافظين يزينون شاربة، وخصوصاً الزعيم الحلبوسي اللي يتمنى يلقى له زلة واحدة على أبو مازن، واللي ما أدري ليش حاطه بباله يا أخي. الحلبوسي كان يدي طائلي قايل لي، الحلبوسي قايل لي أبو مازن عبارة عن شلب ببطني، تقبل أبقى شلب ببطني؟ لازم أخلص من عنده. إلي قايل لي الحلبوسي والله العظيم. أدري أنت الحلبوسي ما لقيت غير مجعان سولف لسرك. ما سامع مقولة لا سولف المشعال ولا تخلي مشعان يسولف لك. شفت شلون الحلبوسي موت من أبو مازن بسبب الملفات اللي كل شوية طق عليه؟ يقول لك إحنا شنو ذنبنا باشر عقبة؟ يعيرون المكون فساد أبو مازن، خو من البداية لا أدوس على الجني ولا أقول اسم الله، خليها جيب لي إنسان شريف نزيه ابن وادم
وأسلم السلطة حتى أنام وبالي مرتاح وما أسمع عنا غير بس الكلام الطيب والسيرة الحسنة، بالضبط مثل ما سوى التقدم بالأنبار. حزب تقدم على طريقة مهروش وقع بكروش استحوذ على منصب المحافظ، وتم اختيار السيد محمد نوري محافظا للأنبار. السيد محمد نوري الكربولي هو مدير مكتب الحلبوسي، سواء عندما كان الحلبوسي رئيسا للبرلمان أو عندما كان محافظا للأنبار. تحسها ملوكية مو انتخابات واختيارات، وده الحلبوسي اللي انطرد بقضية مخلة بشرف ينصب مدير مكتبه محافظ الأنبار. ودع البزون شحمة. لا بس اعطونا مجال، احنا خو ما نضرب بالتخت رمل ولا ناخذ الناس بجريرة غيرها. يجوز الرجل جاي صحح وجاي لأجل عزة ناسه وسمعة محافظته، يجوز يريد يسوي شيء يفتخر به ويخلي الناس يترحموا الوالدية. عاهدكم بأن المرحلة القادمة مرحلة إصلاح وخدمة وإدارة واقعية وجدية. يا سلام يا سلام يا سلام، تردون الصراحة، أنا هذا الشخص كلش ارتاحت له، لأن من وجهه مبين عليه بين عليه إنسان يخاف الله وابن أوادم وابن خير، ومستحيل يمد إيده ويلوثها بفلس حرام، وأنا هيك واحد أدعمه بكل ما أوتيته من قوة، لأن الظاهر يستاهل ويستحق الواحد يدعمه ويوقف وياه. محمد نوري الكربولي المحافظ الجديد والذي شغل مدير مكتب الحلبوسي يعد من أبرز المتهمين بإحالة المئات من المشاريع الوهمية في الأنبار في وقت سابق مدعوما من الحلبوسي. وثائق مستندات تقول المحافظ الجديد سلم مشاريع وهمية لشركات محسوبة على ملكيته الخاصة وبعضها تابعة للسيد الحلبوسي، بينها مشاريع مخصصة للنازحين كلفتها الإجمالية بمليارات الدنانير، مؤكدا أن المحافظ يمتلك 5 شركات خاصة في الأنبار تحال إليها جميع المشاريع في المحافظة دون النظر إلى اللوائح الحكومية الخاصة بإحالة المشاريع. الحلبوسي من راد يرشح بديل إلى جاب شعلان الكريم المشمول باجتثاث البعث، ومن نصب محافظ الأنبار جاب مدير مكتبه اللي قبل لا يصير محافظ عليه ملفات فساد. وما تحررت من وغد قتلت به إلا وجاءك وغد سرسري وانجس. إي والله، لا وسنة ما راضين بعلي فرحان، و24 ساعة نحكي عليه وعلى مشاكله، طلع المسكين من أهل الله ويروح بطريقة ويرجع بطريقة، وحتى اللي استفاد منهن ما يجيب إلا برج بدبي بعد من كثر ما فقير، حتى الآن محافظ ما حصل. عندي قرار أشتغل عضو بالمجلس وأكون معقب عد المحافظ الجديد. ليش ما تشتغل نائب محافظ؟ ما ترهم بعد محافظ، ارجع نائب محافظ ما يصير. زين مرتي ما تقبل. اي مو على اساس انت اشتغلت رئيس وزراء كندا ومرتك ما تقبل اشوفك نائب لمحمد نوري، لو تعلمت من الحلبوسي لازم بكل ظهور نوار عاصم بالواجهه، لقد اشوف المناطق الجنوبيه من منهم طلع زوجته لو ياخذ شوره بامر سياسي. يلا اسمع بالحج احنا اشكال والهم بال ما دمنا المال علوم يا بطيج كل شيان يعبرنا عدنا شهود بالكلفات ما مرة تعذرنا عدن اينا بحجاية حال عدن اينا بحجاية حال. ها من هاي؟ من هاي؟ السفيرة الأمريكية ويشرت القدامها؟ لا لا، السفيرة الأمريكية ماكو دراجات قدامها. لا من هاي؟ جنين بلا سخارت؟ لا بلا سخارت المرة ما تجي بهيشرت. يمكن هاي المستشارة الألمانية ميركل، يمكن لا ميركل هي وحدة وطلعت. شوف لو هاي ملكة وملكة كلش ثقيلة، لو شخصية عالمية مشهورة بحيث هيك الدنيا مغبوصة بيها ومطارات ومرور وحماية ورتل وهمرات ويو. نحن في ضيافة أم حمزة
زوجة محافظ البصرة أم حمزة. والله هاي اليوم الجلسة كلها لحم السلطان. قد ما يومية قعدان للثنتين أبا وعلى فقلت خلنا نشوفه. إن أخواننا بقرات الكاس الإعلام بخالد جاسم. نورتي المكان توما تبارك المكان. خليجي تميمي ها. إيه عم صدق إذا قالوا وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. صوروا عدنان درجال ورعد حمودي ما يجون البرنامج المجلس إلا بدعوة خاصة وموافقات وكتابنا وكتابكم، بينما خالد جاسم بنفسه جاب البرنامج وجاب ضيافة أبو حمزة. ما أجيبها إلا نسوانها، وبصراحة كلش عجبتني شخصيتها ورزانتها واهتمامها بالرياضة والجوانب الاجتماعية، وأهم شيء بعيدة عن لغوة السياسة والمصالح والمال والأعمال. بس منطينهم يعني واحدة من العطايا القيمة، منطينهم ألف دونم يقول وإحنا جايين نبني فيلل، لأنه هذولي أكو يعني ناس بالعراق عائلته بدبي عائلته بتركيا، لأن عائلته ما جاي تحس بالأمان، فإحنا ردنا نوفر لهم مكان آمن. بس هذا الجندي اللي نايم على الساتر هذا خلي يولي نطيب تشباسي مو مشكلة. هذا وشفت هذا لما الحجية تروح يشوف الفيلل مثلا ما شط العرب مضبضب روحها وحاطة النظارة فوق وتتفقد، يعني صارت الشغلة فيلل. ومن تجي على هذا الشرطي خطية خلي هذا لا ليلة ليل ولا نهار نطيب الشلامشة. لا عاد شتري شيخنا أم حمزة تروح الشهيد وتنطي فيلة لو تقابل جريح وتتكفل بعلاجه. شيخنا فدوا العينكم لا تخلون عيونكم عليهم، ترى والله حتى فلوسهم نفست من وراكم، ولو تردون الحقيقة ترى الناس بزودهم وبذراعهم يسوون مشاريع ويشتغلون ويستثمرون ويربحون ويتاجرون. أهم شيء ما لها علاقة بالسياسة ولا شغلها يتعارض ويا عمل زوجها الأستاذ أسعد العيداني، لأن باشر عقبه يقولوا لها تعاي من أين لك هذا، مثل ما سووا بنوار عاصم زوجة الحلبوسي. فمحمزة تعرف إيش تسوي اليوم. جينا الصفحة جديدة واللي هي تتعلق أيضا بزوجة أسعد العيداني، وصلنا الهديل أفنى نوار عاصم هو محمد. جينا الهديل، هيئة النزاهة تطالب كل من دول تركيا وإمارات ولبنان وغيرها من الدول، وبموجب الوصولات والأوراق الثبوتية علمونا عن أملاكها. هديل نعمة، علمونا عن أملاكها، وهي زوجة أسعد العيداني، شيخ أسعد، حج أسعد، زعيم أسعد. دي الله، ويقول لك ليش تنتقدهم وتحكي عليهم؟ إذا أنت تخيطها منا انفدقت منا، لحمتها منا طقت مناك. استوينا خلصنا بالشافعات، خلصنا من قصة السيدة الأولى وزوجة الرئيس السيدة الأولى نوار عاصم. طلعت لنا شغلة الشيخة هديل نعمة زوجة الشيخ السيد أسعد العيداني أبو تصميم اللي البصرة كلها طلعت انتخبتها، وتالي متالي طلعت الهانم متهمة بغسيل أموال وقضايا الكسب الغير المشروع. بشرفكم دولة تقدر تأمن بيهم وتخلي مصيرك بيدهم؟ هكذا بلد تقوده هكذا طغمة فاسدة فاسقة فاجرة. طيب لعن أبوهم لابي. هم ديولون سفهاء القوم وسرسريتهم ولصوصهم وغير المحترمين، يقولهم تعالوا استلموا. والله يا أبو يزن الظاهر الناس كيف على هذا الوضع ومرتاحة عليه، ولا شنو تفسير انتخاب السراق والحرامية وعادة من السلطة، غير أنه الناس يردون الوضع هذا يظل على حاله؟ ما يفيد الحكي، ما يفيد. يعني كان المفروض هنا أقول خاتمة البرنامج مال حلقة اليوم، بس أريد أقول أنه إحنا روجنا الانتخابات مجالس المحافظات حتى نخلص من السراق والحرامية، وتاليها شنو؟ السراق والحرامية رجعوا نفسهم حتى يسوون محافظاتهم دكاكين ويبوقون من عندها، واللي ما قدر راح جاب صانع يشتغل جوا إيده حتى يبوق وينطي. صباحنا على خير.